من بغداد مع داود السعد الخبير الأمني والعسكري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد داود. إذا ما الذي ننتظره اليوم؟ نتحدث عن الهجوم أعنف منذ استعادة القوات العراقية للموصل. سيد داود أسمعك، نحن على الهواء مباشرة. نعم، حقيقة يبدو أن هذا الهجوم كان يمثل رسالة يحاول من خلالها تنظيم داعش إبعاد الضغط الذي يتعرض له في بعض المناطق، خاصة بعد استكمال الاستحضارات فيما يتعلق بتحرير الحويجة ومناطق غرب الأنبار في آن واحد. يعني الكل يعلم هناك لا تزال ثلاث مناطق في غرب الأنبار تحت سيطرة تنظيم داعش. على ما يبدو أن التنظيم يحاول أن يقوم بعمليات هنا أو هناك لإبعاد الأنظار، وربما محاولة فك الحصار نوعا ما من خلال القيام بهذه العمليات. هذه العملية تعد الأكبر وتختلف بطريقة تنفيذها عن العمليات السابقة. يعني هي بدأت بهجوم مسلح على أحد المطاعم، وهي ربما تمثل يعني ربما المرة الأولى التي يكون بها هكذا هجوم مسلح على أحد المناطق في ذي قار، المنطقة التي تعد الأكثر أمنا. إضافة إلى ذلك يعني تبع هذا الهجوم المسلح عملية تفجير سيارة مفخخة. فهذا هو أسلوب يعني متبع من قبل تنظيم داعش بما يتعلق باستخدام السيارات المفخخة. هذا الأسلوب ليس بجديد أو غريب على المواطن العراقي، لكن في مثل هكذا منطقة آمنة وبالتحديد في المنطقة التي جرت فيها هذه العملية، يعني يبدو أنه نوعا ما جديد على الساحة العراقية. إضافة إلى ذلك يعني هذه العملية تميزت بأنها لم تستهدف مواطنين عراقيين فقط، بل استهدفت عدد من الإيرانيين الذين قتل البعض منهم في هذه العملية وأصيب البعض الآخر بجروح. هذا الأمر كشفت عنه أيضا السلطات العراقية، يؤخذ بوجود إيرانيين في هذه العملية. يؤخذ بالحسبان هذا الموضوع، موضوع استهداف مناطق غير متوقع أبدا استهدافها مثل منطقة بهكذا درجة من الأمن سيد داود، خاصة بخضم ما يدور إن كان بموضوع الاستفتاء بكركوك أو بموضوع مقاتلة داعش بعد دحره من الموصل وتلعفر بالأنبار وغيرها؟ هل هناك تحضير لهذا الموضوع أم سيكون هذا اليوم بمثابة إنذار ربما؟ حقيقة يعني هي الإجراءات الأمنية التي تتبع اليوم من السلطات العراقية يبدو أنها أخذت نوعا آخر من الحيطة والحذر في هذه المناطق الآمنة كذي قار ومثنى ومناطق أخرى، السماوة، الناصرية بشكل عام، مناطق العمارة ومناطق المحاذية للخط السريع الدولي باتجاه مدينة البصرة. يعني إجراءات أمنية ربما اتخذت القوات العراقية أكثر حذرا، خاصة وأنها تعلم بأن تنظيم داعش قد يعتمد ذات الأسلوب وربما يقوم بعمليات أخرى في هذه المناطق لإبعاد الأنظار عما يجري في مناطق غرب الأنبار أو بالمناطق المحيطة بجنوب غرب كركوك كالحويجة ومناطق أخرى من طوس خاماتو. وبالتالي يعني على السلطات الأمنية أن تأخذ الحيطة والحذر في المناطق التي كانت تعتقد بأنها الأكثر أمنا. الكل يعلم بأن أسلوب تنظيم داعش ولا يختلف كثيرا عن أسلوب تنظيم القاعدة مما يتعلق باستغلال الخلايا الصغيرة للقيام بعمليات إرهابية هنا أو هناك، وبالتالي هي أثبتت نوعا ما بأنها قادرة على القيام بعمليات في بعض المناطق التي تعد آمنة، وهذا ربما يجعل على القوات العراقية أن تكون أكثر حيطة في تلك المناطق التي لماذا هي قادرة على قيام بهجمات بمناطق آمنة؟ بسبب أنه عدم وجود تحضيرات عسكرية فيها، عدم جهوزية؟ بالتأكيد لا يعني بالتأكيد هناك عدة أسباب. السبب الأول هو انشغال بعض العناصر من القوات الأمنية من هذه المناطق في عمليات التحرير في وهذا ما يعول عليه داعش في غرب الأنبار. بالتأكيد هو يحاول استغلال بعض الثغرات الموجودة، ومنها بالدرجة الأولى هو انشغال العناصر الأمنية في هذه المحافظات التي تعد آمنة في عمليات التحرير. هذه نقطة. النقطة الأخرى هو محاولة استغلال بعض الفراغات والثغرات الأمنية في الصحراء، وبالتالي نقل بعض عناصره الموجودين في مناطق مثل مناطق الصحراء في غرب الأنبار باتجاه هذه المناطق الآمنة من خلال الصحراء، وهي منطقة مفتوحة من الصحراء والسيطرة عليها، وبالتالي القيام بهذه العمليات في تلك المناطق. العملية يعني حصلت في منطقة نائية وليست منطقة ذات كثافة سكانية، يعني هي سيطرة عند حدود ومع هذا يعني لم يكن فيها أي إفادة
صحيح، ومع هذا لم يكن فيها أي إفادة له عسكريا. باختصار قام بهذا فقط ليقول بأنه أنا موجود أو لتشتيت القوات ربما ليستفيد من هذا على جبهات أخرى. نعم بالتأكيد هي ناحية إعلامية أكثر مما هي ناحية عسكرية وسوقية، يعني هو يحاول تشتيت الأمر ويحاول أنه أن يقول أننا لازلنا موجودين وهو عكس الحقيقة، هي ناحية إعلامية ليست أكثر. نعم، أنا أشكرك جزيلا دائما من بغداد سيد داود السعد الخبير الأمني والعسكري.